كبر يوحنا المعمدان ابن الكاهن زكريا، عرف الحق منذ صبا، صار عظيما صار نبيا. كان يعد طريق الرب، صوت يصرخ في البرية، كان يدعو الناس يقول توبوا واعترفوا بالذنب، واعتمدوا في ماء الأردن ملتمسين خلاص الرب، ملتمسين خلاص الرب. ثم جاء يسوع إليه وهو ينادي الناس ويشهد، وقف بين جموع الشعب يطلب منه أن يتعمد، أن يتعمد. قال يوحنا أنت نقي، ليست فيك أي خطية، أنت الطاهر، أنت الكامل، لا تحتاج المعمودية. قال يسوع يا يوحنا قم عمدني اسمح لي، هذا أمر الرب ونحن يجب علينا أن نوفيه، هذا أمر الرب ونحن يجب علينا أن نوفيه. لما اعتمد يسوع حيته السماء، جاء صوت الآب من عمق العلا. لما اعتمد يسوع حيته السماء، جاء صوت الآب من عمق العلا. قال هذا ابني وهذه العلامة، يأتي الروح عليه بشكل الحمامة، واكتمل الثالوث بالمجد والكرامة. الرب واحد وليس غيره، الرب واحد وليس مثله، الرب واحد وليس غيره، الرب واحد وليس مثله. الله ابن الكاهن زكريا، عرف الحق منذ صبا، صار عظيما صار نبيا.